للمرة الأولى اضطروا لارتداء هذه القفازات الطبية والكمامة الصحية، فأنا أعد هذا التقرير من واحدة من الثغرات الأصعب والأخطر التي قد يتسلل منها فيروس كورونا إلى الأراضي الفلسطينية دون أن يكون للفلسطينيين أي قدرة لردع أو وقف هذا الفيروس. هذا هو حاجز قلنديا الذي يفصل محافظة رام الله عن القدس وبقية المدن داخل إسرائيل. يمر من هذا الحاجز يوميا نحو 26 ألف فلسطيني ذهابا وإيابا. على هذا الطرف، الطرف الفلسطيني، تفلح السلطة الوطنية الفلسطينية حتى اللحظة في السيطرة على حجم انتشار فيروس كورونا. الإصابات اليومية وحجم الزيادة معقولة نوعا ما. أما على الطرف الآخر، الطرف الإسرائيلي، فيبدو أن فيروس كورونا قد خرج عن السيطرة، والإصابات اليومية أصبحت تعد بالعشرات. والله ما بخاف، الأعمار بيد الله أول شيء. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا فيروس زي أي نوع فلونزا يعني. هم مانعيننا أصلاً نفوت عندهم، وعندهم الإصابات الأكثر يعني. بس شايف في ناس بتفوت وبتطلع. في ناس بتفوت وبتطلع، بس ربك بسترها مع الجميع. كل ما صالحنا احنا برا، يعني شو بدنا نسوي؟ احنا هنا ساكنين ومشكلة والله. ما يخشاه الفلسطينيون هو أن يتسلل الفيروس من حيث لا يحكمون ولا يسيطرون، من بوابة الاحتلال. نعاني إضافة لفيروس كورونا، فهناك فيروس الاحتلال المقيم بيننا. ليست فقط الحواجز ونقاط التفتيش هي من يشكل خطرا على احتمال دخول كورونا إلى الأراضي الفلسطينية، وإنما قد يكون الفيروس مع أولئك الجنود الذين يقتحمون ويعتقلون ويحتكون بشكل مباشر مع الفلسطينيين. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.